من حكايات مريم فخر الدين التي لا تنتهي والتي تحمل دائما مفاجآت. بتقول مريم فخر الدين ان لما الحرب قامت سنة 1967 كان في لبنان شويكار وفؤاد المهندس وكانوا قاعدين في شقة، وطبعا شويكار فؤاد المهندس حسن مصطفى، وطبعا اول ما قامت الحرب فجأة كده المنتج اختفى وما لقوش اي حد ولا حتى صاحب الشقة اللي قاعدين فيها. وطبعا شويكار وفؤاد المهندس فوجئوا ان هم لوحدهم فعلا، وفجأة لقوا ان مريم فخر الدين زارتهم وراحت لهم، وكانوا فوجئوا بيقولوا لها انا محدش عبرنا خالص، وطبعا جاية ومعاها حاجات كتيرة جدا علشان يبتدوا بقى يقعدوا فترة لان مفيش اي نوع من انواع الدعم المادي. فطبعا مريم فخر الدين بتقول ان هي كانت لسه هتتجوز فهد بلان، وده كان مغني لبناني شهير جدا وكان عنده قاعدة جماهيرية في وقت قصير جدا، واشتهر بأغنية بأغاني كتير عندهم لبناني بصراحة، وكانت هتتجوزه مريم فخر الدين. فطبعا المنتج بتاعها طفش برضو، فكانت كارثة. فطبعا يا جماعة معهمش فلوس، فراحت قال له يلا بينا نزور شويكار وفؤاد المهندس، وطبعا كانت جايباه علشان يأكلهم. هي على لسانها بتقول ان هي المنتج بتاعها طفش ومعهمش فلوس، وقالت تروح لشويكار وتقعد معاها عشان يونسوا بعض، واخدت فهد بلان علشان يصرف عليهم وهم مش عارف كمان. فقالت له انا هروح لجمال المصريين دول، اروح عندهم. فطبعا هو كان ماشي وراها ومش متخيل ان ولا مريم فخر الدين ولا شويكار ولا فؤاد المهندس مش لاقيين ياكلوا، وما عندهمش ليره واحده يجيبوا بيها جبنه حتى. فراحوا قعدوا، فقالت لفهد بلان انت قاعد كده وداخلين بايدينا فاضيه في بقال تحت العماره، روح جيب لنا اي حاجه. فطبعا هو ما كانش متخيل ان هو هيجيب لهم لحمه وخضار والكلام ده، فكان بيجيب لهم صندوق ويسكي، صندوق كوكاكولا، وحاجات طبعا هم مش محتاجينها لان هم ما حدش فيهم بيشرب، وفي نفس الوقت هم عايزين ياكلوا. فكان يقوم فؤاد المهندس الصبح بيغطي الازاز الويسكي وينزل عند البقال يرجع الويسكي ويجيب فراخ ورز بتمن الازاز، وطبعا تخش بقى شويكار ومريم فخر الدين يقعدوا يطبخوا. طبعا كانوا بيقسموا الفراخ حته حته، ورك ورك، جناح جناح، ورقبه حتت عشان حتى تكفي. فشويكار كانت بتقول لفهد بلان، بتقول له مريم اللي طبخت الاكل والفراخ ده، فبيروح واخد نص الاكل واكله لوحده، واحنا نقعد نقزقز في الاجنحه والراس. وبعد فتره فؤاد المهندس كان بيقول انا عايز اكل لحمه، فطلع في البلكونه وقال يا رب كل يوم بناكل فراريك فراريك، بدي يوم اكل لحمه. طبعا فهد بلان قعد يضحك ويقول له هاي دي نكته، قال له لا بجد يا روحي احنا ما معناش فلوس. كانت من حكايات مريم فخر الدين ايام الزمن الجميل.